تونس دولة معروفة بثقافتها النابضة بالحياة وتاريخها الغني، تتميز أيضاً بتقليد راسخ في التعاون المجتمعي. هذه الروح من المسؤولية المشتركة المعروفة باسم الأهلية، لطالما كانت حيوية في النسيج الاجتماعي للبلاد، وتتجلى بشكل ملموس في شكل الشركات الأهلية، وهي مؤسسات تعاونية تجسد جوهر الجهد الجماعي والمنفعة المتبادلة. لعبة هذه المنظمات المتداخلة بعمق مع المسار الاقتصادي لتونس دوراً محورياً في تعزيز التنمية، لا سيما في المناطق الريفية. تتعمق هذه الدراسة في الدور الهام للشركات الأهلية في اقتصاد تونس. سنستكشف سياقها التاريخي وتأثيرها على المجتمعات المحلية، والدعم الثابت الذي تلقته من الشخصيات المؤثرة. من خلال دراسة أمثلة ناجحة من ماضي تونس، سنوضح كيف تساهم هذه المشاريع التعاونية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز روح التعاون بين الأفراد. في النهاية، سنسلط الضوء على الأهمية الدائمة للشركات الأهلية في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر لتونس. تمثل الشركات الأهلية، التي تترجم غالباً على أنها جمعيات تعاونية أو شركات مجتمعية، نموذجاً فريداً للتنظيم الاقتصادي متجذر بعمق في التراث التونسي. تعمل هذه المؤسسات على مبدأ الملكية المشتركة واتخاذ القرارات بشكل جماعي، حيث يقوم الأعضاء بتجميع الموارد والخبرات لتحقيق أهداف مشتركة. على عكس الشركات التقليدية التي يقودها الربح الفردي، تعطي الشركات الأهلية الأولوية للرفاهية الجماعية والتوزيع العادل للمنافع بين أعضائها. عادة ما تنشأ هذه التعاونيات من داخل المجتمعات المحلية، حيث تعنى بمعالجة الاحتياجات المحددة والاستفادة من المهارات والموارد المتاحة بسهولة داخل تلك المجتمعات. هذا الارتباط المتأصل بالقواعد الشعبية يجعل الشركات الأهلية فعالة بشكل خاص في مواجهة التحديات التي تواجهها الفئات المهمشة والمناطق المحرومة. تمتد أنشطتها لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والحرف اليدوية وصيد الأسماك والصناعات التحويلية الصغيرة. إن تأثير الشركات الأهلية على المجتمعات التونسية، لا سيما في المناطق الريفية، عميق ومتعدد الأوجه. من خلال توفير منصة للعمل الجماعي، تمكن هذه التعاونيات الأفراد وتعزز سبل العيش وتساهم في الرفاهية الاجتماعية الشاملة. تتمثل إحدى أهم مساهمات الشركات الأهلية في دورها في خلق فرص العمل. من خلال إنشاء الشركات وتعزيز ريادة الأعمال، توفر هذه التعاونيات فرص عمل في المناطق التي قد تكون فيها وظائف القطاع الرسمي نادرة. علاوة على ذلك، غالباً ما تركز الشركات الأهلية على استخدام المواد ذات المصادر المحلية والمهارات التقليدية، مما يحافظ على التراث الثقافي ويعزز الممارسات المستدامة. لا يقوي هذا التركيز على الموارد المحلية اعتماد المجتمع على نفسه فحسب، بل يقلل أيضاً من الاعتماد على المدخلات الخارجية، مما يعزز الاقتصادات المحلية. علاوة على ذلك، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق والموارد، تمكن الشركات الأهلية أعضائها، الذين قد يكون العديد منهم من صغار المنتجين أو الحرفيين، من كسب دخل أفضل وتحسين مستويات معيشة أسرهم. في تونس، لم يمر نجاح الشركات الأهلية مرور الكرام على الساحة السياسية. على مر السنين، حظيت هذه الجمعيات التعاونية بدعم كبير من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. كان هذا الدعم فعالاً في توفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لضمان نموها واستدامتها. دعمت شخصيات بارزة في التاريخ التونسي قضية الشركات الأهلية، مدركين إمكاناتها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز مجتمع أكثر عدلاً. لعب هؤلاء الرواد في التقدم دوراً حاسماً في صياغة السياسات والمبادرات التي تعزز الحركة التعاونية، مما يضمن استمرار الشركات الأهلية في الازدهار والمساهمة في تنمية تونس.
من خلال تسليط الضوء على الدعم السياسي وجهود هؤلاء القادة أصحاب الرؤية، يمكننا أن نقدر التأثير الأوسع للشركات الأهلية على رحلة تونس نحو مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً.